إن البلاء طهارة وزكاء، ولكل داء في الحياة دواء، فاسأل طبيبك ما الدواء من علته، والقلب يملأه رضا ورجاء، واجأر لربك بالدعاء فعنده للصابرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامجكم عيادة زاد. في حلقتنا لهذا اليوم سنتحدث عن صحة المرأة، وندعوكم في بداية هذه الحلقة للتواصل معنا عن طريق الاتصال المباشر بالأرقام التي ستظهر على الشاشة تباعا لسؤال الضيف عما تريدون في صحة المرأة. كما يمكنكم التواصل معنا من خلال إرسال الأسئلة النصية للرقم الخاص بخدمة الواتساب والذي سيظهر على الشاشة أيضا. لذلك ضيفنا في حلقة اليوم الدكتور إبراهيم بشير طه، استشاري أمراض النساء والولادة بمستشفى المانع العام بالخبر، وزميل الكلية الملكية البريطانية لأمراض النساء والولادة. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بك. أهلا بك دكتور حسين، مبارك عليك الشهر. كل سنة طيبين وتصوموا تفطروا على خير إن شاء الله. اللهم آمين جميل. الله يخليك دكتور. الإخوة والأخوات، في حلقة اليوم سنتحدث عن عدة مواضيع تخص صحة المرأة في رمضان وفي غير شهر رمضان المبارك. سننتظر اتصالاتكم ومشاركاتكم، ونبدأ الآن الحلقة مع ضيفنا دكتور إبراهيم. أولى المحاور يعني في صحة المرأة، نبدأ مع المرأة الحامل. المرأة الحامل تكون أحيانا بين رغبتها في الصيام وخوفها على الجنين، فما النصائح العامة التي نوجهها للنساء الحوامل؟ طيب جميل، بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر دكتور حسين وأشكر عيادة زاد على استضافتكم الكريمة. أهلا دكتور. الحقيقة احنا في رمضان، وتصوموا وتفطروا على خير إن شاء الله. آمين. يبقى السؤال اللي بيتبادر للذهن، الحامل مع الصيام. ديننا كما هو معروف دين الرحمة، وزي ما ربنا أدى العذر للمسافر وللمريض، فالحامل في معظم الأحيان هذا ما يسري عليها حكم المريض، خاصة في الأشهر الأولى من الحمل أو الأشهر الأخيرة من الحمل. يعني إحنا لا نعتبر المرأة الحامل مرأة طبيعية، نعتبرها مرأة لديها عارض. بالتأكيد لديها عارض صحي، تختلف طبعا من الناحية الشرعية، هناك اختلافات أو اختلافات بسيطة في تقييم الوضع الشرعي، لكن بالنسبة للوضع اللي نحن الصحي نتكلم عنه من ناحية صحية. أعتقد أنه إذا كان في مشقة فتفطر مباشرة وعندها رخصة في الحكاية دي. وده بنتوقع أكثر في الثلاثة شهور الأولى من الحمل، فترة الغثيان واللوعة وما قادرة تحفظ سوائل. فأعتقد من الصعب جدا على الشخص العادي أنه يستحمل حاجة زي دي، فما بالك بالحامل. عشان كده رحمة بها أعتقد أنه الرخصة موجودة طبيا ودينيا. جميل. هل في أعراض معينة إذا شعرت بها المرأة الحامل؟ لنفرض بعض النساء تجرب تقول أنا أصوم، لكن إذا تعبت ممكن أفطر، فما الأعراض ممكن لو بدأت تشعر بها المرأة الحامل نقولها يفضل أن يعني تتجنب الصيام حفاظا على صحتك وصحة الجنين؟ الحقيقة بنصح بسرعة ما أنه تكون أول حاجة تكون فاهمة أنها بإمكانها أن تفطر ولا تشق على نفسها. شعرت مثلا بدوار، هبوط مفاجئ في الضغط أو في السكر، وهذا يحدث كثيرا مع الحمل، ناهيك عن الحمل والصيام في نفس الوقت يعني. فإذا شعرت بأي من هذه الأعراض فعليها أن تفطر مباشرة، تأخذ كمية من السكريات ومن السوائل وتقطع صيامها. جميل. يعني ممتاز. وأهم شيء عندها طبعا بالنسبة للجنين هو السوائل، الأكثر من شرب السوائل والأشياء. الأكثر من السوائل مهم جدا للمرأة الحامل، يعني لترين لثلاثة لترات على الأقل يوميا، ده الشيء المعدل تقريبا. ففترة الصيام هنالك فترات طويلة بدون ما الجسم يأخذ أي سوائل أو أي مياه. عشان كده هي الحوجة بتكون للسوائل بالدرجة الأولى. فإذا شعرت بأنها تعاني من جفاف فجائي أو ضغطها بدأ ينخفض فجأة أو أنها تعاني من دوار، فأنصحها بالفطر مباشرة يعني. جميل، ممتاز جدا. طيب دكتور، بالنسبة للمرأة الحامل أيضا، بعض النساء ينزل عليهم دم، بقع من الدم أو نزف،
أثناء فترة الحمل، متى نقول أنه هذا النزف خطير ومتى نقول أنه هذا الشيء مقبول؟ سؤال وجيه جدا الحقيقة، وممكن نقسم إجابة السؤال لمرحلتين. جميل. لأنه الأسباب بتختلف. وجود دم مع الحمل في حد ذاته عرض غير طبيعي. لأنه معروف الحمل غياب للدورة لمدة 9 شهور 9 أيام كما يقولون. فبالتالي يعني وجود دم يعتبر ما طبيعي. في المرحلة الأولى من الحمل خلال ال 13 أو 16 أسبوع الأولى من الحمل، ده عادة بيكون مربوط بحالات الإجهاض. بنسميه الإجهاض المهدد. اللي هو نزف بسيط جدا مع استمرارية الحمل، وده بيتأكد عن طريق السونار، بنتأكد من الحمل المستمر، بنسميه إجهاض مهدد. أحيانا يتوقف نبض الجنين ويتحول إلى إجهاض كامل أو إجهاض غير كامل، ففي النهاية حالة نزيفية أو الحمل غير مستمر. هذا في الأشهر الثلاثة الأولى. دي حالات الإجهاض. الحاجة المهمة في الأشهر الثلاثة الأولى وجود الدم ده مع مصاحب له ألم شديد جدا أسفل البطن أو شعور بالفقدان الوعي. لازم الحكاية بتاعت حمل خارج الرحم أو في الأنبوب يتبادر للذهن مباشرة لوحدة حامل في المرحلة دي. لكن وجود الدم حتى لو بدون ألم يعتبر يعني شيء خطير أو غير طبيعي. بالتأكيد. ابحث عن السبب. جميل. دي الرسالة اللي للمرأة. يعني مجرد ما ترى المرأة الحامل نزف دموي مباشرة تتجه للطبيب. تتجه للطبيب للبحث عن سبب محتمل، لأنه من غير الطبيعي زي ما فهم إنه يكون في نزف في الفترة الأولى من الحمل. أيوه. طيب ذكرت في الفترة الأولى. في الفترة التالية من الحمل بعد 3. في فترات الحمل الأخيرة بالتحديد بعد 28 أسبوع أو اللي إحنا بنسموه 7 و8. الحالات اللي فعلاً تحتاج إلى عناية خاصة، مثلاً حالات البلاسينتا بريفيا والمشيمة المتقدمة اللي هي وجود المشيمة في الجزء الأسفل من الرحم. دي بتكون عادة مصحوبة بنزيف قد يكون ما معه أي ألم أو معه أي وجع، لكن النزيف ده إذا استمر قد يكون قاتل. عشان كده تشخيص الحالة في مرحلة مبكرة مهم جدا، وجود طبيب معين والمريضة عارفة أنها تروح مستشفى معين وإيش اللي حيتعمل لما توصل، لازم تكون واخدة التحذيرات المناسبة وعندها awareness أو معرفة بطبيعة المشكلة الصحية اللي عندها. جميل. الحالة الثانية اللي برضو مرتبطة بالمشيمة وتسبب نزف، حالات انفصال المشيمة. اللي هي شيء بيحصل في حالات بيحصل مع ارتفاع الضغط الدم المفاجئ قد يؤدي إلى انفصال جزئي في المشيمة ويؤدي إلى نزف دموي. يؤدي إلى بعض النزف الدموي. احيانا بيكون النزف كثير جدا لكن بين جدار الرحم واللغشيه الجنينيه. نعم. تلقى المريض يدخل في مريض تدخل في زي الصدمه مع وجود دم قليل جدا اللي طالع. فعدم التناسق ده المفروض يخلينا نفكر في احتمال انفصال المشيمه. ده السببين الاهم في المراحل الاخيره من فتره الحمل. نعم. جميل. معناها سواء في الفتره الاولى من الحمل او في الفتره الاخيره طوال فتره الحمل، وجود الدم هو مؤشر غير جيد ولا بد للمرأة الحامل أن تراجع الطبيب. بالتأكيد. مباشرة. بالتأكيد. أهم شيء في هذه المرحلة دكتور هو الأشعة بالموجات فوق الصوتية، هو هذا الفحص التأكيدي. أسلوب مساعد جدا طبعا استخدام الموجات الصوتية سواء في أول الحمل أو آخر الحمل. كل مرحلة بتاعت حمل من المتوقع رؤية أشياء معينة بالموجات الصوتية للطبيب المختص. وجود هذه الأشياء أو عدم وجودها ينتج عنه التشخيص السليم للحالة في معظم الحالات. جميل. طيب دكتور، كمعلومة عامة، كم عدد مرات المتابعة الحمل خلال 9 أشهر؟ كل كم لابد للمرأة الحامل أن تراجع النساء والولادة؟ طيب سؤال كويس، لأنه قد يختلف من مركز إلى مركز. أنا حتكلم على حسب المركز اللي أنا شغال فيه. نعم. المستشفى المانع بالخبر مستشفى كبير يعني ويستقبل حالات كثيرة جدا. في المرحلة الأولى من الحمل لحد 28 أسبوع، إحنا نفترض إنه الحمل ده 40 أسبوع عادة. فلحد 28 أسبوع الثلثين تقريبا، زيارة واحدة بالشهر كافية جدا. واحدة بالشهر، مرة كل 4 أسابيع، هذا في الحمل غير الحريج العادي. مرة في ال4 أسابيع أو مرة في الشهر تعتبر كافية جدا. ممتاز. لحد بعد 28 أسبوع أو الشهر السابع بنرفعها بعدين إلى أسبوعين لحد ما نقرب من 35 أسبوع، تبقى أسبوعياً إلى مرحلة الولادة. نعم.
وبيكون كل مرحلة من متابعة الحمل بيكون عندها أغراض مختلفة من المراحل اللي قبلها. بس زي ما قلت بتختلف من مركز إلى مركز، يعني على يعني حسب كمية المرضى وكمية الشغل اللي موجود في المستشفى. جميل. لا يظن البعض أنه مجرد هي فقط المرأة تزور الطبيب لمجرد عدد الأسابيع، في كل شهر هناك شيء يبحث عنه الطبيب او بالتأكيد يقوم بمتابعته. بالتاكيد، يعني الطبيب لما يشوف مثلا، شفتها اليوم مثلا مريضه ولقيت وزن البيبي بالتلفزيون مثلا كيلو ونصف الكيلو، هذا يتماشى مع المرحله العمريه اللي فيها الجنين. بعد اسبوعين لقيته في نفس الوزن، ما في تغير يذكر. يبقى ده بينبهني انه قد يكون قصور في وظائف المشيمة، عشان كده البيبي ده ما بيكبر. جميل. فبنبهنا لشيء معين، يعني المتابعه المستمره، ويفضل تكون مع نفس المجموعة ونفس الطبيب اللي بيشوفك كل مرة، أعتقد حتؤدي للنتائج أفضل بالتأكيد بإذن الله. طيب دكتور، ننتقل إلى محور آخر خارج المرأة الحامل، اضطرابات الدورة الشهرية لدى النساء، ما أبرز أسبابها؟ هي طبعا اضطرابات الدورة الشهرية دي من أكثر الحالات شيوعا لأي ممارس لطب النساء والتوليد. بتكثر الحكاية دي في الفئات العمرية الصغيرة، يعني قبل 20 سنة قبل الزواج، وفي الفئات العمرية المتقدمة بعد سن 40. العامل المشترك بين السنين دي رغم انه بعيدات من بعض، مسألة الانوفيليشن او عدم وجود اباضة في معظم الدورات. ده بيعمل خلل هرموني صغير في الجزء الثاني من الدورة، بيخلي انه الدورة غير منتظمة. وصراحة معظم مريضاتي خاصة صغار السن اللي غير متزوجات واللي كمية بتشتكي منهم، إذا كانت النزف غير غزير وما مصاحب له مشاكل صحية أخرى، ما مصاحب له ألم شديد، بنصحها هي وأسرتها عادة بتجاهل الموضوع في الوقت الراهن ومتابعة الموضوع هذا على الصغار في السن المدى الطويل. نعم، لأنه حاجة يعني شائعة جدا، معظم السايكلز في 16 و17 بتكون ما فيها تبويض. فالاضطراب اللي بينتج عن عدم وجود تبويض في الجزء الثاني من الدوره بينتج عنه هذا الاضطراب اللي بتجي، وانا دورتي متلخبطه، انا الدوره تقدمت يومين او اخرت اسبوع، ده لا يعتبر حاله مرضيه تستحق دائما الشرح الجيد باسلوب جيد وباسلوب بسيط للمريض. نعم. ولام المريضه عاده الصغيره في السن بيحل لنا معظم المشاكل. طيب دكتور، متى احنا نقول انه هذه الدوره مضطربه وهذه في المعدل ما زالت في المعدل الطبيعي؟ مثلا تعتمد، يعني مثلا سيده انه معروف انه بتجاه دورتها منتظمه كل 24 25 يوم والدم بيقعد عندها 4 ايام مثلا. لكن لما تيجي تشتكي تقول يا دكتور انا صار الدم يقعد عندي 8 ايام او 10 ايام، بقت فتره طويله جدا. حتى لو النزف عادي، يعني زيادة حتى مدة فترة الدورة كده تعتبر اضطراب. بالضبط، يعني زيادة الكمية أو تطويل المدة تعتبر اضطراب مهم جدا من اضطرابات الدورة، وينبغي البحث عن أسبابه بالتأكيد. يعني نعم. لما يكون الحكاية دي موجودة خاصة في بعد عمر 40، بنحب نعرف السبب لاستبعاد بعض الأشياء اللي قد تكون سيئة على المدى البعيد. يعني عينة من بطانة الرحم لما واحدة 45 أو 50 سنة، أعتقد بتخليني رياشورد إنه الموضوع عبارة عن عدم توازن هرموني وليس شيء سيء، أمراض خارجية وليس أمراض سيئة. والناس بقت تتخيل طبعا أي دم بعد فترة، هذه أنا عندي سرطان أنا مش عارف. فأعتقد لما تعرف تفهم الوضع من طبيبة بطريقة جيدة وتعمل الفحص المناسب اللي هو التلفزيون مع عقد العينة من بطانة الرحم، عادة بيكون كافي. جميل. معناها اضطراب الدورة الآن فيه شق كبير جدا، هو اضطراب فسيولوجي أو وظيفي. نعم. خاصة في الصغار في السن أو الكبار بعد عمر الأربعين. نعم. طيب دكتور، قد يعني يظن بعض النساء أنه الدورة لابد أن تكون 30 يوم أو كل 30 يوم. طيب. فما الحد الأدنى وما الحد الأعلى؟ نعم. للأيام؟ والحقيقة ما في شيء اسمه حد أعلى أو حد أدنى. كل سيدة عندها حدها الأعلى وحدها الأدنى. يعني اللي مثلا دورتها بتقعد 35 يوم أو 38 يوم عشان تجي، بنعتبرها أو هي نفسها بتعتبر متباعدة. لكن اللي بتجيها كل 21 يوم 22 يوم بتكون قريبة من بعض، لكنها في معدل طبيعي تعتبر. طبيعي، وده يعتمد على العمر، الوزن، الوتيرة الهرمونية، الجينات، في
كم عامل بيتحكم في المسألة دي. وعادة دي ما مفروض تكون شيء مزعج إلا في فترات الصيام ورمضان والتوقيت، ممكن دي تخلق مشكلة شوية للسيدة. نعم صحيح. طيب دكتور، الآن هذا السبب الوظيفي للصغار والكبار، هل هناك أسباب أخرى ممكن تكون تؤدي إلى اضطراب الدورة؟ أكيد طبعا، الأسباب الأخرى مثلا وجود ألياف بالرحم قد تؤدي إلى اضطرابات بالدورة، وجود نزف يكون من عنق الرحم، من عنق الرحم وليس من داخل الرحم، وده يمكن معناه كمان أشد خطورة. ففي أسباب متنوعة، فأنت بتحاول لما تشوف نزف عن طريق المهبل بتحاول تو اكسبلور أو تشوف كل القناة الجنسية ابتداء من المهبل إلى عنق الرحم إلى الرحم إلى الأنابيب إلى المبايض، بتحاول تبحث عن الأسباب. جميل. وكل مرحلة طبعا عندها طرقة في البحث عن سبب محتمل. ممتاز. لدينا اتصال دكتور من إسلام من مصر، أهلا بك يا إسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ حياك الله وبياك، أهلا وسهلا، تفضل سؤالك. أهلا يا إسلام. لو سمحت أنا عندي سؤال مهم جدا بخصوص الولادة القيصرية. يعني من الملاحظ في الأوان الأخيرة أن هناك تحول دراماتيكي في عمليات الولادة. نعم. يعني أصبح الاعتماد بشكل كبير جدا على الولادة القيصرية، وأنا قرأت أبحاث ودراسات يعني قالت إن أغلب التحول في يعني أغلب الدكاترة اللي بيلجأوا للولادة القيصرية على مستوى دول العالم بيكون بسبب مادي، يعني لأن الولادة القيصرية بيبقى تكلفتها أكتر. فأنا إزاي مثلا لو زوجتي هي دلوقتي يعني مثلا هي عندها ولادة وكده، أنا إزاي أضمن إن الدكتور اللي هو المشرف عليها هو مثلا هل هي فعلا محتاجه ولاده قيصريه ولا ولاده طبيعيه؟ وايه اللي حصل مؤخرا؟ يعني كان زمان النساء بيعتمدوا على الولاده الطبيعيه، يعني هل فجاه حدث تحول مفاجئ في جميع النساء مثلا على مستوى مثلا العالم العربي او العالم ان بقى كله بيلجا للولاده القيصريه؟ وهل هناك حاجه حقيقيه ليها فعلا؟ وهل يعني كل الاسئله دي بتدور في ذهني، واتمنى ان شاء الله اجد اجابه شافيه من الدكتور. اتضح السؤال، تستمع للجواب ان شاء الله يا اسلام. شكرا لك، شكرا لاتصالك. طيب دكتور، ممكن نجيب على اسلام وانا الخصها حتى للمشاهدين. هو سؤاله الان العمليات القيصريه بدات تنتشر سمعتها كثيرا صيتها، فممكن نقول ما هي الدواعي؟ متى نقول انه هذه تحتاج الى عمليه قيصريه ومتى لا تحتاج؟ وهل هناك عامل اخر خفي في الموضوع؟ طيب اهلا بك اخي اسلام وشكرا لسؤالك، اللي اعتقد انه سؤال مهم فعلا وبيتوارد على ذهن الكثيرين. يعني في زياده في عدد العمليات القيصريه، والشيء ده ترند عالمي ما عندنا هنا. يعني هذه زياده على مستوى العالم؟ على مستوى العالم. الحكايه مش التغير في الجسم البشري او في حجم الحوض او في حجم الاجنه. اعتقد الاشكاليه الرئيسيه في تغير الكلتشر او المفاهيم، انه الولاده القيصريه صارت امنه وصارت اسهل وصارت هي الحل. عمليه الثقه المتبادله وعمليه بناء الثقه مع المريضه واسرتها اعتقد هي العامل الاساسي في انه المريضه تختار طبيعه الولاده اللي بتناسبها. يعني لما في اللي بلاقيها ليش عملوا لي قيصريه امام المره اللي فاتت، تقول لي والله ما ادري الدكتور قال لي اعملوا قيصريه. انا اعتقد انه من حق المريض انه يسال الطبيب يعرف السبب. ايوه، عشان نقلل الاحتمال. حاجات واحده من الاشياء الفعاله انا براها انه المساءله المباشره، طيب يا دكتور ولاده قيصريه ما السبب؟ طيب في حاله اخترت خيار اخر، هل عندي خيارات اخرى؟ ولاده عن طريق الجفت او ولاده طبيعيه، ما هي المخاطر المحتمله في ولادتي الطبيعيه؟ على زياره او زيارتين انت والطبيب بتاعكم بتبنوا خطه بتاعت عمل واضحه جدا لطبيعه الولاده. يعني في اشياء بتكون، لكن لما نشعر انه السؤال الاخ اسلام بيوضح ولا الومه على ذلك طبعا. في قلق من خاصة المؤسسات الخاصة زي ما بيقول الأخ إسلام. نعم. المسألة فلوس. كطبيب طبعا عنده يعني أعتقد أنه حكاية قيصرية بالعكس هذه سهلة بالنسبة لي، نص ساعة وإتس إيزي واي أوت. لكن على العكس تماما، أعتقد أنه التصرف بمهنية في هذه الأمور والشرح للمريضة ولزوجها أو عائلتها بطريقة بسيطة جدا سبب العملية القيصرية
وهم يقتنعوا بهالكلام، فأعتقد عامل مهم جدا. معناها دكتور إذا الطبيب ذكر للمريضة أو للحامل أنه تحت الولادة ستكون قيصرية لابد يعرفوا السبب. من حقها، هذا من حقها. ما نعم. ممكن حد يكون حيفتح بطني وهو يقول له خلاص ما دام أنت شايف كده تعمل كده. لكن المريض نفسه زيادة القيصريات أحد أسبابها عدم الوعي بتاع المرضى للأسف. يعني المريض بيعتقد أنه ما دام الدكتور رأيه كده أكيد الدكتور بيعرف أحسن مني. أيوه هو بيعرف أحسن منك في مجاله، لكن أنت من حقك كمريض شغل الدكتور أنه يشرح لك التشخيص، خيارات العلاج، وباللغة اللي تفهمها أنت، وتاخذ أطول فترة ممكنة وتطلع منه بنتيجة شاعر بأنك استفدت من هذا الطبيب، لأن هذا من صميم عمله. لكن مش من عملي أنا كاستشار نسوة وتوليد مثلا أنه أقرر نيابة عن مريضتي كم طفل حتلد أو كيف حتلد. أنا وظيفتي أنه أوريها التشخيص، تقدم الحلول والخيارات، والحلول وكل حل اللي ليه واللي عليه. جميل دكتور. حقيقة بعض الناس يتهمون أحيانا بعض الأطباء والطبيبات أنه لم يعد هناك صبر، يعني تأتي المرأة للولادة فأول كانوا يصبروا عليها مدة طويلة 16 ساعة 18 ساعة، الآن لم يعد لديهم هذا النفس. سأخذ منك الجواب لكن بعد الاتصال من أم ليان من سوريا. أهلا بك أم ليان. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا شكرا على البرنامج الحلو. العفو. سؤالي بس، أنا ولدت قيصرية عمري 30 بس صابني صديد بول التهاب مجاري بولية، فوجعني الجرح. سؤالي بأثر على الجرح التهاب صديد البول؟ طيب أم ليان شوف الدكتور هل ترغب بسؤالها بعض الأسئلة؟ سؤالي الثاني بعد إذنك كمان. طيب. بعد فترة النفاس مضيت، رجعت دورة الشهرية يومين تقريبا بعد النفاس بعشرة أيام. كمان بيأثر ولا طبيعي؟ بيأثر على العملية قصدك؟ إيه على العملية، وطبيعي إنه يجي بعد فترة النفاس بعشرة أيام دم الحيض. جاني يومين وقطع. هل ترغب بالسؤال أم ليان؟ أسئلة معينة؟ أم ليان شكرا جزيلا بس هدول السؤالين. طيب أم ليان معلش. أم ليان لو خليتك معنا في الخط الدكتور يرغب باستفسار بعض الأسئلة بس. تفضل دكتور. أنت ولدتي بعملية قيصرية مدام؟ إيه قيصرية. إيه طيب هل بتردعي ولا لا؟ لا بردع. إيه طبيعي الحمد لله. يلا مدام بتردعي يبقى العرض اللي اشتكيتي منه طبيعي، اللي بترضع هرمون الحليب بيكون مرتفع جدا في الدورة الدموية. في اللي ما بتجيهم دورة بالمرة ستة شهور سنة ما تجي دورة. احنا ما نحتاج الآن أم ليان، ممكن تفصل. أيوة خط. أيوة. طيب شكرا لك أم ليان تستمع الجواب. يعني ممكن صديد البول عادي بأثر على الجرح ولا عادي؟ طيب سنجاوبك إن شاء الله. وصلت. طيب شكرا جزيلا. شكرا أم ليان. شكرا. فمن طيب دكتور عفوا بس هذا الآن ستجيبها عن السؤال الأول للصديد في البول أو الثاني؟ أنا لأنه بديت أجيب السؤال الثاني. الثاني طيب. السؤال الثاني لأنه بس اللي هو ترد. كان أنه أتتها الدورة بعد النفاس بعشرة أيام. نعم. فهل هذا الأمر مقبول أو غير مقبول؟ هذا مقبول جدا ومتوقع جدا. عند البعض قد ما يكون في دورة موجودة لمدة أشهر أو سنة، أو طالما استمرت الرضاعة وتلقى الجداتنا بيقول لك البنت بترضع نظيف. ترضع نظيف معناها ما بتجيها دورة، وده شيء معروف جدا نتيجة هرمون الحليب، نتيجة ارتفاع هرمون الحليب واستمرار الرضاعة المنتظمة. في نفس الوقت في اللي بتجيهم بس بطريقة غير منتظمة، ممكن تيجي دورة بعد زي ما شرحت السيدة من قليل، أو تغيب 3 أشهر تاني تيجي بعد 17 يوم. عدم انتظافها أعتقد هو الغالب على معظم المرضعات في المرحلة دي. يعني عشان عدم انتظام الدورة أثناء فترة الرضاعة بعد الولادة أمر طبيعي. أمر طبيعي جدا ولا ينبغي القلق منه إلا إذا كان الحكاية نزيفية أو كمية الدم كبيرة، لكن بصورة عامة لا. جميل. طيب بالنسبة للسؤال الأول، هي ولدت بعملية قيصرية ثم أصابها التهابات بالبول والصديد. سؤالها هل هذه الالتهابات تؤثر على الجرح نفسه العملية؟ ليس بطريقة مباشرة طبعا، ليس بطريقة مباشرة. يعني ما شرط انه يكون في التهاب في المثانة او في البول انه ينتقل الى، لانه ما في وصلة مباشرة مع الجرح بتاع الموجود على البطن، فبنعالج كل واحد في التهاب في الجرح اعالج التهاب الجرح، التهاب في البول بعالج التهاب البول، وكأنه ما في عملية. جميل جميل جدا. طيب دكتور تقريبا احنا كنا وقفنا في المحور في سلسلة محاورنا على موضوع اضطرابات الدورة ودخلنا في بعض الإجابات فيها. من ضمن الأسئلة الآن الشائعة في رمضان، بعض النساء يسألن عن الوسائل حبس الدورة. بعض النساء ترغب بمثلا أخذ العمرة أو باستكمال الصيام وعدم قطعه. فهل الوسائل هذه يمكن أن تختارها المرأة من نفسها وتأخذ الأدوية من الصيدلية أو تراجع الطبيب؟ ما هي التوجيهات في ذلك؟
طبعا هو للاسف معظم اللي بيعملوا كده ما بيراجعوا طبيب. اللي بتيجي المستشفى عشان تاخد الحبوب بيكون اول حاجه شيء ما هي محبوب هرمونيه خطيره، لانه التركيز الهرمون فيها قليل جدا، ولانه بتاخذ على مدى زمني قصير جدا اللي هي 3 أسابيع او اسبوعين او اسبوع فتره العمره وبتترك. كل اللي بتعمله لما المريضه تاخذ ادويه زي دي المفروض احذر المريضه انه احتمال يحصل دم في النص. اذا حصل دم في النص تواصلي، مش تقطع تقولي خلاص جاب الدم معناها اسيب الحبوب. بتنبه المريضه برضه لما تخلص من الحج او رمضان او غيره وترجع الدوره حتكون اغزر من شويه من الدوره اللي هي تعودت عليها. لانه المواد الهرمونيه اللي بتاخذها بتبني بطانه الرحم بالتدريج، فلما تقطع منها الهرمون بعد الفتره دي بتكون بتنبه المريضه انها قد تكون اغزر من المعدل العادي. لكن ما في اضرار مباشره معروفه لنا عند معظم النساء يعني. طيب هل في وسائل دكتور مثلا مؤقته بدل الكورسات الطويله هذه 3 أسابيع؟ اشياء مؤقته، لنفرض انه امراه تريد ان تذهب للعمره فتاخذها لمده مثلا اسبوع او 5 أيام، هل هناك وسائل مثل هذا؟ للاسف ما متوفره حاجه زي دي حاليا، ما متوفره حاجه زي دي، وكله لانه ببساطه لانه بتعتمد الحكايه على عمر هذه المراه ووزنها وعوامل كثيره جدا. نعم. اللي هي ما بتقدر تتحكم فيها في كل مريض على حدة. وهل من لابد أن تأخذها مع نهاية الدورة أو بداية الدورة، أو ممكن تأخذها في الفترة التي ستتحرك في الفترة اللي هي حتمشي فيها عادة؟ تبدأ مباشرة، تبدأ مباشرة لكن تستمر. يفضل تبدأها ب4-5 أيام قبل لتسافر العمرة مثلا عشان تضمن أنها بدأت تشتغل وأنها فعالة فعلا، مش تبدأها يوم السفر نفسه مثلاً. نعم، لكن تستمر مهم جدا، مهم أنها تستمر وتكون فاهمة انها بتاخذه لفترة زمنية قصيرة، وتكون عارفة انه لما توقف حجيها دورة اغزر من المعدل نوعا ما. جميل. طيب دكتور، انت واحدة من النقاط اللي ذكرت لنا اثناء الحديث عن اضطرابات الدورة هو تكيس المبايض. هذا الموضوع سنبدأ فيه ان شاء الله بعد ان نخرج الى فاصل. جميل. الاخوة والاخوات، سنتحدث بعد الفاصل عن تكيس المبايض. نخرج الى فاصل ونعود لنواصل، ابقوا معنا. نصيحة من طبيب حاذق، وبأمر ربك تكشف الأدواء. معلومة طبية في دقيقة. نتكلم النهاردة عن هشاشة العظام. طبعا الموضوع ده منتشر جدا ما بين الرجال وما بين النساء، وبيحصل تقريبا في كل الأعمار. من أكتر الأسباب بتاعت هشاشة العظام إن هو ممكن يحصل في السيدات خاصة فوق سن 55 سنة، وده نتيجة للتغير الهرموني اللي بيحصل عندهم. بالنسبة للرجال برضو والسيدات بيحصل في السن الكبير، ممكن بالذات اللي معديين سن 75 سنة. في أسباب تانية لهشاشة العظام ممكن تحصل في أي سن، زي الأمراض الهرمونية وزي أي مرض تاني ممكن متعلق بالجينات بتاعة المريض نفسه. بالنسبة للمضاعفات بتاعة المرض دوت، إنها ممكن تسبب كسور، بتحصل في الفقرات وبتحصل كسور برضو في عظمة الفخذ وبعض العظام الأخرى زي مثلا الطرف العلوي. بالنسبة للوقاية من المرض دوت، من أهم الحاجات طبعا أن يبقى في متظبط نسبة الكالسيوم ونسبة الفيتامين د في الجسم بنسب معينة ممكن نحن نقيسها عن طريق التحاليل الطبية. وبالنسبة لطرق العلاج، أن احنا في بعض الأدوية اللي احنا بنستخدمها للعلاج من المرض دوت، زي أدوية بتظبط نسبة الهرمونات اللي موجودة في الجسم، أو الأدوية التانية اللي بتعلي فيتامين د والكالسيوم. معلومة طبية في دقيقة. فخذ النصيحة من طبيب حاذق وبأمر ربك تكشف. أهلا وسهلا بكم مجددا في حلقتنا التي نتحدث فيها عن صحة المرأة مع الدكتور إبراهيم بشير طه، استشاري أمراض النساء والولادة. أهلا وسهلا بك دكتور. دكتور، قبل الفاصل تحدثنا عن عدة محاور وكانت تتعلق كثيرا بالمرأة الحامل والعمليات ونحوها. الآن نود أن نتحدث عن تكيس المبايض. هذا المصطلح كذلك درج كثيرا، تكيس المبايض. ما هو مفهومه باختصار؟ الحقيقة كلمة تكيس، لفظة تكيس نفسها مضللة جدا. لما تقول تكيس بيصور وجود كيس. لازم السيدة تكون فاهمة في فرق بين كيس في المبيض وتكيس في المبيض.
وبعدين تكيس المبايض ده ليس مرض يعني الواحد بياخد له علاج وينتهي هذا المرض كما هو شايع ومفهوم. انا عندي تكيس فاخذت علاج بقيت كويسه، وطبعا ده غير منطقي. التكيس عباره عن متلازمه، هي حاله هرمونيه فيها خلل هرموني من نوع معين يؤدي الى عده اشياء. فمريض التكيس بيكون بصوره عامه عندهم امتصاص الانسولين او استخدام الانسولين عن طريق خلايا الجسم المختلفه ضعيف جدا. ده اللي بيخلق بدون ما ادخل في الوتيره الهرمونيه المعتاد، ده اللي بيخلق الاضطرابات في 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 هضم الهرمونات خاصه الهرمونات الذكوريه. فمريضه التكيس بنعالج العرض اللي جت به المريضه، مش بنعالج المرض نفسه. يعني نحن في التكيس لا نعالج اساس المرض، نعالج العرض. بالتاكيد. جميل. التشخيص عفوا، مساله التشخيص مهمه جدا. لكن ساتيها بعد اتصال شهينده من السودان. اهلا بك يا شهينده. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. دكتور ابراهيم الرجل العقامه، عايز اسالك عن موانع الحمل. انا عمري 38 وعايز اعرف وسيله حمل جيده. اي نعم. نعم. واصلي معك. نسمعك يا شهينده. شهينده الو الو. اي نعم نسمعك. ايوه، عايزة وسيلة حمل، وسيلة منع حمل جيدة وفعالة، وشكرا للطبيب. طيب، في سؤال لديك دكتور؟ اهلا بك يا شهيندا. شهيندا معنا على الخط؟ شهيندا. ايوه معكم. أي اسمعي سؤال الدكتور بس. ايوه شهيندا، بتستخدم اي موانع حاليا ولا ما بتستخدمي؟ حبوب حاليا. حبوب حاليا. انا اعتقد انه المفروض تراجعي اقرب استشاري او اخصائي او اخصائيه امراض نساء وتوليد، لانه اختيار المانع مفروض يفصل على حسب المريض، حسب الحجم، السن، الامراض المصاحبه، في ضغط، في سكر، في حساسيه لادويه معينه. فالخيارات بتكون مطروحه بصوره اوسع اعتقد في عياده الطبيب، بتقدري انت تختاري وتحددي الحاجه اللي انت عاوزاها على حسب العوامل اللي انا ذكرتها دي يا شهيد. واعتقد دي الحاجه الافضل من. شكرا جزيلا دكتور. الله يخليك يا ستي، وشاكر على سؤالك جدا. شكرا لك يا شهيندة. شكرا جزيلا لك يا اختي. دكتور باختصار، كون شهيندة سالت عن موانع الحمل، ما هي احدث الوسائل الان الامنه لمنع الحمل؟ الحقيقه اول حاجه لازم نعرف انه لحد الان لم يتم اختراع منع الحمل 100%، غير موجود يعني. حتى ربط العرق جراحيا التيوب الله يجسد لا يعتبر 100%، واحدة في 300 هتحمل. فبالتالي في استحالة في وجود مانع حمل 100% مخطر على حد الآن. موانع الحمل الشائعة من فترة طويلة من أول الستينيات اللي هي حبوب منع الحمل العادية اللي تحتوي على هرمونين. في تاني حبوب هرمونية برضو بس بتركيز ومختلف شوية، وفي حبوب تحتوي على البروجسترونات بس. الخيار الاخر اللي هو الحاجات الميكانيكيه زي استخدام اللوالب، اللولب العادي او اللولب الهرموني. في دلوقتي ظهرت مؤخرا حكايه الامبلانتس، بنزرع زي الشريحه الصغيره، شريحه صغيره هرمونيه تحت الجلد برضه بتقوم بنفس الوظيفه. في اشياء لسه في الطور التجريبي طبعا، ربما نشوفها خلال العشر سنوات القادمه اللي هي في حبوب للرجال يعني. قد تظهر اشياء زي هذه في الفترات القادمه. فوسائل منع الحمل حقيقة متعددة جدا، لكل واحدة إيجابيات وسلبيات، ولكل واحدة إيجابياتها وسلبياتها، وما ينفع مع إكس ممكن ما ينفع مع واي. عشان كده رؤية المريض والتحقق من الأمراض المصاحبة وسن المريض ورغبته في الحمل المستقبلي بيحدد بطريقة كبيرة نوع المانع اللي ممكن تأخذه المريضة. ممتاز، جميل جدا. طيب لدينا اتصال اخر كذلك دكتور، حامد من السعوديه. اهلا بك يا حامد. هلا وسهلا، كيف الحال؟ تمام، حياك الله. اهلا وسهلا، تفضل سؤالك حامد. الله يحييك، بارك الله فيك، شكرا على البرنامج. وكان عندي سؤال بالنسبه لعدم تنظيم الدوره الشهريه لزوجتي. فقرروا لها قبل الزواج، قبل ما اتزوجها قرروا لها دواء اسمه بريمولات، هو لتنظيم الدورة الشهرية على أساس تنظيم الدورة الشهرية، وقرروا لها أيضا فيتامين دي. أوكي نعم تفضل. فهو انقطع منها يعني انتظمت الدورة الشهرية، لكن بعد ما الزواج وكذا
وبعد 3 شهور من تنظيم الدورة الشهرية ثاني مرة رجعت الحالة يعني. طيب الحين أنا يعني مثلا أشيل نفس الدواء ولا يقرر لي دواء آخر أو شيء؟ طيب انتظر يا حامد بس نشوف هل الدكتور ترغب سؤاله أي شيء دكتور؟ لا الحقيقة برضو دي من الأشياء الشائعة يا حامد. هل يبقى معنا على الخط أو؟ لا لا نعم طيب موجود. شكرا لك يا حامد، الدكتور سيجيبك إن شاء الله. شكرا جزيلا. استخدام البرايمولوت يا حامد أو البرايمولوت إن اللي هي نفسها اللي بيستخدمون الناس ماشيين العمرة وماشيين الحج وغيره، البرايمولوت إن مادة هرمونية، هرمون واحد بس بنديها احيانا بصوره مؤقته وليس صوره دائمه يا حامد، يعني مثلا الدوره الشهريه خاصه فتره ما قبل والفتره المبكره من الزواج، الاضطرابات الستريس والاضطرابات العصبيه قد تخلق لخبطه في الدوره. فالبرايمولوت بنظم لي الدوره، ممكن ابداه مثلا لمده 3 اسابيع اوقفه وحتيجي دوره، اليوم الخامس ابدا الكورس اللي بعده 3 اسابيع بعدين نسيب الجسم يستعيد وتيرته الهرمونيه لوحده. لكن من غير المنطقي اخي حامد طبعا انه حنستمر فيه على المدى الطويل. فيتامين د اللي انت ذكرته ما متعلق مباشره بالماده الهرمونيه اللي تكلمنا لكن عنها. دكتور الان بالنسبه مثلا لتجربه حامد سؤاله هل يرجع ياخذ نفس العلاج او يفضل الاستشاره؟ بالتاكيد يفضل الاستشاره، تستشير طبيب مباشره لأن الطبيب أكيد حيبحث عن أشياء كثيرة جدا لم ترد في النقاش بتاعنا الآن يا حامد، فأنصحك بأنك بزيارة أحد الزملاء. جميل جميل جدا. طيب دكتور الوقت يداهمنا وإحنا في موضوع تكيس المبايض ذكرت أنه نحن سنعالج الأعراض التي تأتي بها المرأة وليس أساس المشكلة، لأن الأساس بالتأكيد أعتقد دل من المفهوم ده يكون ثبت. أول حاجة أهم شيء في العلاج بالنسبة لي دائما انه اشرح للمريض ايش هو التشخيص ما معناه، لانه استخدام المريض للكلمة بدون ما يفهم معناها بيوقع المريض نفسه في مشاكل ويتوه الدكتور احيانا. عشان كده بشرح معناه تماما وايش العوامل اللي بحتاجها لتشخيصه، واني ما بحتاج انه اعالجه لانه ما حقدر اعالجه باختصار، دي حالة هرمونية. في اللي يجيني عندها تكيس لكن مشكلتها الاساسية الشعر بالوجه او كذا، بنعالج مشكله الشعر بالتزامن مع زملائنا في الجلديه وغيره. في اللي عندها التكيس لكن مشكلتها الوزن والسمنه وعدم القدره على فقد الوزن يبقى مع اخصائيين التغذيه. في اللي عندها تكيس ما قادره تحمل لانه طبيعه تكيس المبايض حكايه التبويض بتكون محدوده وقد تكون صعبه في بعض الحالات، فبنقوم بتحفيز المبايض بيعطاهم منشطات هرمونيه لافراز البويضات. فزي ما شفت في الامثله الثلاثه اللي انا ذكرتها انا بعالج العرض وليس المرض. وده فرق كبير يعني. لكن دكتور لو حاولنا نعالج نفس الاضطراب الهرموني هذا لن تزول هذه الاعراض كلها؟ لا ما حتزول الاعراض على المرض، ما حتزول، حتختلف بالكبر في السن حتختلف الاعراض وبتتغير من صوره الى صوره. بس لما الشخص ده يكبر شويه مثلا احتمالات ظهور مرض السكر عنده اكبر شويه من غيره. ليش؟ لانه امتصاص او استخدام الجسم بتاعه للانسولين ضعيف شويه، فمصاب اصابته بالسكر اسهل من غيره. الشيء الثاني اصابته بالدهون الثلاثيه وضغط الدم بيكون برضه دراسات ورت انه اكثر من غيره. فده بتديهم زي وازع على المدى الطويل الواحد يحافظ على وزنه على صحته وعلى طبيعة الأكل اللي بيستخدمه. نعم. طيب دكتور الآن يعني أبرز الأعراض اللي ذكرتها مثلا هو نمو الشعر الزائد، زيادة في الوزن، اضطراب في الدورة، تأخر الحمل، هل هناك أشياء أخرى ممكن تأتي بها المرأة كأعراض اللي ذكرتها هي تقريبا الأعراض الشائعة اللي بتجيب المريضة فعلا لعيادة أمراض النساء والتوليد، لأنه في مريضات كمية كبيرة بيمشوا لعيادات أخرى مش لعياداتنا احنا بالتحديد. بس الاسباب الشائعه زي ما قلت تاخر الحمل، الوزن، السمنه، الاجهاض احيانا الإجهاد. فرص الاجهاض هو ما سبب للاجهاض المتكرر بالتاكيد، لكن فرص الاجهاض في حال وجود هذه المتلازمه بيكون اكثر من غيره برضه. نعم. طيب دكتور انا ساتي لمحور اللي هو التليفات الرحميه، لكن اخذ مجموعه من اسئله الواتساب التي وردتنا. جميل. كان هناك سؤال من الواتساب، أنا أستخدم وصفات شعبية لتأخير الدورة الشهرية في رمضان، هل لهذا خطورة؟ وصفات شعبية. أنا طبعا لازم أوضح وأعترف أني لست خبيرا في الطب الشعبي أو الطب الأعشاب، رغم أني بحترمه جدا،
بحترمه جدا بس ما عندي فيه الخبرة الكافية. ومعظم احنا بنأجل الدورة عن طريق الكيماويات فعن طريق الأعشاب ربما تكون آمن. بس مرة أخرى لست الخبير المختص في ذلك. جميل. طيب سؤال آخر كذلك عن طريق الواتساب تقول: وقت الدورة حصل معي نزيف وبعدها وبعد رجوع الدورة مرة أخرى كانت شديدة جدا لمدة 10 أيام ثم جاءت مرة أخرى متقطعة وشديدة، فما السبب بالرغم أن بطانة أن الرحم بطانته سميكة كما ذكرت؟ هذا السؤال. يعني هي أتتها الدورة ثم رجعت ثم أتتها 10 أيام شديدة جدا ثم رجعت ثم أتتها متقطعة وهكذا. هي طبعا من الواضح جدا ده أنه ده عدم توازن هرموني. وبعدين حكيت سماكة الرحم دي ده التأثير وليس المؤثر. هي أرسلت الآن يعني تصحيح تقول أنه هذا وقت الولادة يعني أو بعد الولادة. بعد الولادة بعد الولادة بكم تقريبا بتعتمد يعني. بس لو حصل بعد الولادة مباشرة خلال 48 ساعة الأولى من الولادة مثلا حدور على أسباب. جزء من المشيمة بعمل تلفزيون أشوف أنه تجويف الرحم فاضي تماما من الأغشية الجنينية ومن المشيمة، بحاول استبعد الأسباب الميكانيكية لوجود النزيف اللي قالته ده، لأنه عادة بيكون متعلق بالولادة نفسها إذا حصل بعد الولادة مباشرة. جميل. طيب دكتور نعود إلى محاورنا، لكن هناك استفسار عن إحدى العمليات اللي كانت شائعة في علاج تكيس المرض، تثقيب المبيض. نعم. ما رأيك دكتور في مثل هذا الإجراء؟ الحقيقة لسه العملية لسه موجودة وأنا شخصيا بقوم بها وبعض زملائنا وسادتنا لسه بيعملوها، لكن عالميا على مستوى العالم بدأ يقل الاعتماد على هذه العملية. هي عملية عن طريق المنظار البطن، فيه فتحة وفتحتين منظار البطن، بنقوم بعمل زي عملية تخريم بالكهرباء للمبيض. المبيض اللي عندها تكيس بيكون الكبسولة بتاعت المبيض سميكة جدا. فدي عملية الستيميوليشن أو التخريم للمبايض الاثنين بيساعد على التبويض وربما الحمل بدون استخدام كيماويات. بيحسن بعض حالات تكيس المبايض، لكن ده كله بصورة مؤقتة. عشان كده بقى العلم الحديث بقى يعتبر من العمليات اللي بدأت تكون أو قد تبقى outdated، ما زي زمان. يعني هي لا تعتبر علاج دائم للمشكلة؟ لا ليست علاج دائما بالتأكيد، لكن واحدة ما بتاخد كيماويات أو حصلها مشاكل كبيرة في المبايض لما حاولت تعمل تحفيز عن طريق الإبرة أو الحبوب سابقا، ربما يكون هذا حل أكثر أمنا لتحفيز المبيض لإنتاج بويضات. جميل. طيب دكتور نأخذ بعض النصائح أو المعلومات في جانب الأورام الليفية. برضو هذه الآن من الأشياء الشائعة والأمراض الشائعة والكثيرة وفي أعمار متفاوتة. أكيد. ما هو الورم الليفي؟ هي كلمة ورم في حد ذاته بتكون مخيفة للبعض، لكن كلمة ورم نحن نستخدمها لوصف انتفاخ أو انتفاخ. نعم. مش ورم معناها سرطان. الأورام اللي فيها هي أورام حميدة بتكون من الألياف اللي موجودة في الجهة العضلية من الرحم. الرحم عبارة عن عضلة، الألياف اللي موجودة في العضلة دي بتطلع فيها النموات اللي نحن نسميها ألياف، بتختلف في حجمها وفي عددها وفي مكان تواجدها. والثلاثة عوامل دي مهمة جدا في تحديد طبيعة العلاج. يعني ممكن تكون في بطانة الرحم من جوا بالتالي يسبب لي إشهاد متكرر، ممكن تكون خارج الرحم بس بتكبر بسرعة تضغط على المثانة أو على المستقيم وهنا برضو بتسبب لي إشكالية من نوع آخر. النوع الشائع بيكون داخل عضلة الرحم نفسها، داخل نفس العضلة في الوسط. الأحجام بتتراوح من 3-4 ملي لحجم أكبر من كرة قدم كبيرة جدا يعني، عرفت قصدي؟ فعشان كده مرة أخرى العلاج بيختلف من مريضة لمريضة، لكن بس اللي عايز أكد عليه إنه ورم حميد في أكثر من 99.9% من الحالات. في حالات نادرة جدا بيحصل فيها تغيرات سرطانية ودي تقريبا أنا شخصيا ما شفتها قبل كده لأنها نادرة جدا جدا. طيب ما هو سبب دكتور نشوء هذا الورم الليفي ما دام هو من العضلات؟ لماذا يظهر في البعض ولا يظهر في الآخر؟ ليس هناك سبب واضح علمي واضح أو تفسير طبي واضح، لكن في associations أو حاجات. مثلا أكثر شيوعا في مناطق معينة في العالم، أكثر شيوعا في اللي ما تحمل أو أطفالها قليلين جدا.
دي كلها ما بقول هذه الأسباب المباشرة، لكن في اللي بيقول عامل الوراثة والأسرة في، فكلها عوامل، لكن العلم الحديث لم يثبت إلى الآن السبب المباشر للوجود هذا الورم اللي بنسميه الورم الليفي. وممكن تبدأ من أي عمر؟ يعني مثلا ممكن تبدأ من عمر مبكر جدا، قبل الزواج، من أطفال من قبل الزواج ممكن تبدأ إلى حتى مراحل متأخرة، يعني بعد سن 50 تلاحظوا لأول مرة، حيكون موجود له كم سنة بتلاحظوا بعد 50. فالعلاج والتعاون معه بيعتمد مرة أخرى على سن المريضة، بيعتمد على حجم الورم، مكان تواجد الورم، رغبة المريضة في أطفال تاني ولا لا. فكل دي معلومات بتتحطى وتتناقش مع المريضة لاختيار العلاج الأفضل والأسلم لها، وهل التدخل الجراحي أسلم ولا الانتظار أسلم. جميل. كونك دكتور سألت يعني أو تطرقت لموضوع التدخل الجراحي أو الانتظار، هل هناك حل غير التدخل الجراحي في علاج الأورام الليفية؟ في، موجود موجود، مثلا حكاية عن طريق زملائنا في الأشعة، بنقوم حاليا بحقن الشريان الرئيسي المغذي للورم الليفي. بنعمل زي بنعمل جلطة في الشريان ده. الغرض من قفل الشريان ده انه اخلي الورم الليفي يموت، لما ما يصل دم كافي بيبدا تموت خلاياه وقد ينفصل ويتساقط وينزل. الإشكالية انه ما منتشرة جدا العملية دي، رغم انها بقت موجودة في مراكز كبيرة، بتحتاج الى مركز متخصص. وفعالة هذه العملية؟ فعالة في جزء كبير من العيانين اكيد. ما الاختيار الامثل لواحدة عايزة تحمل لسه؟ لانه في فرصة انها قد ما تحمل تاني بسبب هذه العملية. نعم. فبحاول اختار المريض بعناية اللي بعمل فيه العملية دي، ولازم تكون الخبرة موجودة من زملائنا في التخدير في التصوير الإشعاعي. نعم. عنده خبرة كافية في هذا المجال، يعني ما مسألة بيشتغل الجاينيكولوجيست أو استشار نساء الولادة لوحده. وده خيار آخر للتعاون مع 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 الأورام اللي فيها. جميل. هل هناك علاجات دوائية أو حبوب أو لا يوجد؟ ما في علاجات دوائية تخلي الورم يختفي، يعني خذي هذا الدواء بعد شهرين الدواء الورم حيختفي، طبعا هذا غير موجود. جميل. هذا بالنسبة للأورام اللي فيها. هذا غير موجود على الإطلاق. الأورام اللي فيها الشيء اللي عايز أقوله إنه اختيار الجراحة من عدم الجراحة بتحددي وأنت مع الطبيب بتاعك. يعني عندك 5 أطفال مثلا عمرك 48 سنة وعندك مجموعة بتاعت ألياف، من الأسهل جدا والأسلم جدا إزالة الرحم بالكامل عن طريق البطن من أني أقعد أشيل أعمل عملية إزالة ألياف لمجرد أنه يقعد عندي رحم أنا قد لا أحتاجه على الإطلاق. جميل. يختلف هذا لواحدة عمرها 25 سنة وعايزة تحمل، يبقى بنحاول نحافظ على الرحم، وأي عملية نعملها بنحاول نشيل ورم الليفي مع الحفاظ على تجويف الرحم. جميل. وإزالة الأورام الليفية دكتور لا تؤثر على وظيفة الرحم، يعني بالنسبة مثلا لامرأة تود أن تحمل وعندها أورام ليفية، إزالتها لن تؤثر على وظيفة الرحم في الحمل مستقبلا؟ قد تؤثر، لأن إزالتها جراحيا قد يسبب انغلاق مدخل الأنابيب في الرحم، يحدث أحيانا بعد الجراحة للألياف. عشان كده إذا كانت واحدة حملت مرة واثنين وعندها ورم ليفي متوسط، فبقولها أحسن تكملي أسرتك بعدين تعالي نتعامل مع الورم الليفي. ممتاز. جميل جدا. طيب دكتور، أعود لأسئلة الواتساب لأنها كذلك كثيرة وندرك ما تمكن. سؤال: إلى متى يتم أخذ مثبتات الحمل لكي أولد طبيعي؟ يعني هي حامل وتأخذ مثبتات، فإلى متى ستستمر فيها حتى تاريخ الولادة؟ مرة أخرى، إذا كان الحمل عن طريق الحمل الصناعي يعني أو أطفال أنابيب أو التلقيح الصناعي أو كده، عادة بنديهم لحد فترة 20 أسبوع حمل أو 5 شهور. لمريضة حملت أو أشهدت مرة واحدة فقط قبل كده، قد ما أعطيها على الإطلاق ما يسمى بالمثبت، لأنه حقيقي إذا الإشهاد حيحصل معظم الحاجات اللي بتتخذ دي ما بتمنع الإشهاد، لازم نكون واقعيين. وأعتقد أنك تدي المريضة وتسميه مثبت، خذي هذا مثبت، خلاص المريضة أخذت المثبت معناها الحمل حيثبت. طبعا ده برضو من المفاهيم الخاطئة اللي ينبغي يعني تصليحها في عقلية يعني المريض. أخذ المثبت لا يعني بقاء الحمل حتى بالتأكيد النهاية بشكل سليم، لأن أسباب الإشهاد قد تكون مختلفة تماما من السبب اللي أنت بتأخذ له المثبت. على أي حال كإجابة للأخت دي، أعتقد تأخذيها لحد ما تعدي فترة 16 إلى 18 أسبوع حمل، أعتقد أكثر من كافية إذا ما عندها إشهاد متكرر. جميل.
طيب سؤال آخر عن طريق الواتساب، أسباب تأخر الدورة وأنسب الأيام لحدوث الحمل مع أنها تأخرت 3 أشهر، يعني تقريبا ما الفترة المناسبة لحدوث الحمل في دورة تأخر 3 أشهر؟ طبعا تتأخر 3 أشهر تعتبر فترة طويلة، وبتحتاج إلى بعض الفحوصات المختصة لتحديد سبب إنه الدورة ليه قعدت 3 أشهر ما جات. بالنسبة للجزء الثاني حسب فهمي للسؤال، الفترة اللي ممكن يحصل فيها الحمل خلال الدورة، عارف الشيء الشائع أكثر شيء من اليوم العاشر من أول يوم في الدورة إلى اليوم 21، يعني في ناس بتعتقد إنه البويضة دي حتنزل يوم 14، أيوه يبقى يوم التلقيح يوم 15 على طول عشان يضمنوا الحمل. ممكن التلقيح في البويضة تحصل في اليوم 11 في الدورة دي، في بعدها في 14، في بعدها في 20، في بعدها في 16. يبقى بنصح المريضات هنا بالحل بالجماع المتكرر في الفترة دي، هذا بيرفع فعلا من اليوم، يعني نحسب من اليوم العاشر، اليوم العاشر بعد أول يوم من الدورة بالضبط لحد 21 لليوم 21. ففي الفترة 10 ل 21، يعني 11 يوم دي الفترة الخصبة، انت ما بتعرف انت. فأنا بفضل المريضة تبعد عن المستشفيات بالمرة وتعيش حياتها بطريقة طبيعية، يكون في جماع متكرر في الفترة دي بتكون فعلا بترفع فرص الإخصاب الطبيعي. جميل، إذن هي ال 11 يوم من 10 من أول يوم الدورة إلى 21. نعم. جميل. سؤال آخر كذلك عن طريق الواتساب، تقول السائلة أو يقول السائل: زوجتي تعاني من إجهاض متكرر ولا نعرف السبب المباشر، آخرها قبل شهر وهي الثالث من الشهور، يعني في الشهر الثالث، وهي في الشهر الثالث. طيب الحقيقة دي بقت حاجة، بقت مشكلة صحية بنشوفها أكثر وأكثر، حقيقة الإجهاض المتكرر اللي هو تعريفه حسب ما بيقول الكتاب، يعني اللي هو 3 إجهاضات ورا بعض بدون ما يكون في بيبي في النص. لما يكون في 3 إجهاضات ورا بعض أو إجهاضين أحيانا بنتعامل مع الحالة كحالة إجهاض متكرر، وهذا يتطلب فحوصات تكنيكال ودقيقة جدا. في 70-80% من الحالات كإجابة لاستفسار الأستاذ، 70-80% بيكون في خلل في عوامل التجلط أو بيكون في أجسام مضادة موجودة في الدم، ودي حاجة تولد بها المريض. ده في 70-80% من الحالات. الحالات الأسباب الأقل شيوعا من كده بيكون تشوهات في شكل الرحم، الرحم مشوه من الداخل. الأسباب الأكثر ندرة كمان يكون في بعض الموروثات أو الصبغات الجينية اللي فيها مشاكل من ناحية الأب أو من ناحية الأم، دي الأسباب بصورة عامة. جميل. طيب أحد الأسئلة كذلك عن طريق الواتساب: عندي ألم في المبايض والرحم وعندي فائض دم حيض خارج وقته، عمري 48 وعندي 4 بنات. عفوا تاني معلش نعيد السؤال. عندي ألم في المبايض والرحم وعندي فائض دم حيض خارج وقته، يعني تأتيها النزف خارج وقت الدورة، عمرها 48 سنة وعندها 4 أبناء. أوكي. مرة أخرى بنصح الأستاذة في عمر 48 سنة زي ما فهمت عندها أبناء إنها تشوف الاستشاري، لكن الأسباب الغالبة ما دام الألم ده مربوط بالدورة بنزول الدم، يعني في زيادة في الدم وفي زيادة في الألم في نفس الوقت. في حالة هنا اسمها البطانة المهاجرة أو الإندوميتريوزيس، لما تكون موجودة في بطانة الرحم نفسه بتسبب أعراض مشابهة للأعراض دي، وأعتقد بتحتاج لتصوير تلفزيوني واستشارة طبيب متخصص عشان يقدر يشخص الحالة دي من عدمها. جميل. فإذا استمرت أعراضها بنصح الأخت إذا أعراضها استمرت لأكثر من دورة إنها تراجع واحد من الزملاء. جميل. دكتور إبراهيم، انتهى وقت الحلقة، شكرا جزيلا لمشاركتك معنا. شكرا. الله يخليك، استمتعت جدا، شكرا لكم، ألف شكر. شكرا. الله يخليك، شكرا جزيلا. شكرا. الإخوة والأخوات، انتهى وقت الحلقة، وأود أن أشكر كل من شاركنا وسأل وأرسل عن طريق الواتساب، لكن أنصحكم في المرات القادمة أن ترسلوا أسئلتكم مبكرا، لأنه حقيقة انتهى وقت الحلقة وما زال العديد من الأسئلة لم نتمكن من الإجابة عنها. فأدعوكم إن شاء الله في الحلقات القادمة أن تشاركونا مبكرا حتى نستطيع أن نأخذ جميع أسئلتكم. شكرا جزيلا لكم ولطيب تفاعلكم معنا، نلتقيكم بإذن الله تبارك وتعالى السبت القادم في حلقة جديدة 4 عصرا. دمتم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
البلاء طهارة وزكاء، ولكل داء في الحياة دواء، فاسأل طبيبك ما الدواء من علته، والقلب يملأه رضا ورجاء. واجأر لربك بالدعاء فعنده للصابرين كرامة وهناء، وإذا مرضت فمنه ألتمس الشفاء، وبحكمه السراء والضراء. فخذ النصيحة من طبيب حاذق، وبأمر ربك تكشف الأدواء.